حسام معلش النهارده حسام العالم نزل للمره الثانيه وجدار الهدم ايه رايك في الكلام دوت ده بيثبت ان شعب مصر بخير وان احنا عايزين نغير ويا رب يبقى في تغيير للاحسن يا رب ان شاء الله ان شاء الله الامور ابنك سيف ابني سيف تعالى سيف ازيك يا سيف طب خش يا فرصه سعيده شبكه يقين الله اكبر الله اكبر